السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في أسبوع، نبدأه بحوصلة لأبرز أخباره. والبداية من يوم الجمعة الماضي، حيث أكد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة كورونا خليفة البكوش أن اللقاحات المضادة لكورونا ستصل مطلع أبريل القادم، وتحديدا في الرابع من الشهر. وفي اليوم ذاته سجلت الإحصائية اليومية لضحايا فيروس كورونا أعلى أرقامها بليبيا من حيث الوفيات، إذ بلغت 52 حالة وفاة جراء الوباء، إلى جانب 1134 مصابا. الجمعة أيضا قالت منظمة رصد الجرائم الليبية إنها رصدت العثور على جثتين مجهولتي الهوية مقيدتي الأيدي للخلف وعليهما آثار رصاص في الرأس على شاطئ البحر غرب مدينة بنغازي. وفي هذا الصدد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من النائب العام فتح تحقيق بخصوص الجثث التي وجدت في بنغازي، وأعطى الدبيبة تعليماته لوزير الداخلية للتعامل مع الحادثة، معبرا عن مواساته وتعازيه لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم. إلى أخبار يوم السبت، حيث أعلن مستشفى الهواري فقدانه القدرة على التحمل على الصعيد النفسي في ظل وضع يفوق قدرة المستشفى ووفيات وصفها بالمخيفة بسبب كورونا، وأن الحالات صارت بالجملة والعناية ممتلئة عن آخرها وبقدرتها القصوى. وناشد مدير المستشفى فادي فرطاس أهالي المدينة إلى الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من الفيروس الخطير وفق قوله. السبت أيضا قال عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة العسكرية 5+5 العميد محمد الترجمان إن المرحلة الثانية من عملية البحث عن الألغام ومخلفات الحرب بدأت في المنطقة الممتدة من منطقة بويرات الحسون حتى بوابة 50. وأوضح العميد الترجمان في تصريح تلفزيوني أن المرحلة الثانية تستهدف فتح الطريق وتأمين البوابات عن طريق عناصر وزارة الداخلية، متوقعا أن يستغرق العمل أسبوعا آخر. أعلنت قبيلة العبيدات دعمها لحكومة الوحدة الوطنية ولمبدأ مدنية الدولة ورفضها حكم العسكري والحرب والتمسك بإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية. وعبرت القبيلة في بيان لها عقب اجتماع لمكوناتها في طبرق عن رفضها لعمليات الخطف والاعتقال القسري والقتل وانتهاك حرمات المنازل التي تحدث في برقة خارج نطاق القانون، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين كافة من أبناء القبيلة. وإلى يوم الأحد، حيث أكد عميد بلدية كاباو مراد مخلوف أن نسبة الإصابات بكورونا في المدينة بلغت 11%، مطالبا الجهات الصحية بمساعدتهم بشكل عاجل. وقال عميد كاباو في تصريح تلفزيوني إن البنية التحتية الصحية في المدينة متردية، وإنهم لا يملكون أي سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى لمستشفيات طرابلس. والأحد أيضا أعلنت عملية بركان الغضب رصدها استمرار مرتزقة فاغنر في إنشاء الساتر الترابي ما بين السرت والجفرة في تعارض ونقد لاتفاق لجنة 5+5 لوقف إطلاق النار. وأشارت عملية بركان الغضب إلى أنها رصدت سابقا أعمال حفر لمرتزقة فاغنر يعتقد أنها لمد أنبوب داخل الخندق لنقل النفط من الجنوب إلى الشمال، ومن ثم شحنه بحرا، معتبرة ذلك تهديدا خطيرا للأمن القومي. وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى طرابلس الأحد في أول زيارة له بعد استلام حكومة الوحدة السلطة، والتقى دي مايو برئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، حيث بحث ملفات عدة أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن ليبيا لا يجب أن تكون حديث أوروبا فقط فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية، بل هناك ملفات أخرى يجب تقديم الدعم فيها لليبيا وفق قوله.
وإلى يوم الاثنين، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية وبناء أسس متينة لها والسعي لتوحيد كافة المؤسسات ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الذي أكد خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة والبعثة للاستقرار في ليبيا. أيضا الاثنين، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قيادات ميليشيات الكاني، وهم محمد خليفة الكاني وعبد الرحيم الكاني. وقال مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العقوبات طالت الكانيات لمسؤوليتهم عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وحالات الإخفاء القسري في ترهونة إبان سيطرتهم على المدينة. وإلى يوم الثلاثاء، حيث قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ إن بناء القدرات أفضل طريقة يمكن للحلف تقديم المساعدة من خلالها وتحقيق الاستقرار في ليبيا. وقال ينس إن أي درس مستفاد مما وقع في البلقان في التسعينات أو أفغانستان أو العراق وأيضا في ليبيا هو أن الوقاية أفضل من التدخل لمساعدة البلدان على الاستقرار من خلال توفير التدريب لتلك الدول. وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى فرنسا في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهامه. وقال المنفي في مؤتمر صحفي مع ماكرون الثلاثاء إنه اتفق مع الرئيس الفرنسي على دعم الاستقرار في ليبيا لضمان الوصول للانتخابات نهاية العام الحالي. من جانبه، أعرب ماكرون عن دعم فرنسا للسلطات الليبية الموحدة التي ولدت بناء على العملية السياسية التي دافعت عنها باريس طويلا حسب قوله. أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني انتهاء مرحلة الانقسام، وأن حكومة الوحدة وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن. جاء ذلك خلال اجتماع عقده القطراني بديوان رئاسة الحكومة المؤقتة غير المعترف بها فور وصوله إلى مدينة بنغازي لإتمام إجراءات التسليم والاستلام. دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى حضور اجتماع افتراضي يوم الجمعة من أجل إطلاعهم على التطورات الأخيرة، بما في ذلك إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن يوم الخميس. وكانت اللجنة القانونية بالملتقى قد دعت إلى اتخاذ قرار في أوائل أبريل بشأن القاعدة الدستورية واختيار المناصب السيادية السبعة، كما حثت اللجنة في بيان لها على تحديد آلية المراقبة التي سيجرى استخدامها لرصد إنجازات السلطة التنفيذية الجديدة حسب خارطة الطريق، مطالبة بتوجيه دعوة لملتقى الحوار السياسي للانعقاد لمناقشة استحقاقات المرحلة التمهيدية وإطلاع الملتقى على تطور عمل اللجنة القانونية. أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه السيد موسى الكوني ضرورة أن تكون انطلاقة عمل الحكومة انطلاقة قوية من أجل حل كافة المشاكل لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وقال المنفي خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بديوان الرئاسة بطرابلس الأربعاء إن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك من أجل توحيد كافة المؤسسات في الدولة الليبية. ونبقى في يوم الأربعاء، مجموعة مسلحة في بنغازي تعترض السيارة القيادية بميليشيات حفتر والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية محمود الورفلي بوابل من الرصاص وترديه قتيلا، وميليشيات حفتر تسارع في دفنه دون أي مراسم عسكرية، ما أثار الشكوك والاتهامات بضلوعها في قتله للتخلص منه.
بعد وصوله إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، والأخير يؤكد دعم بلاده الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. وفي طرابلس أجرى وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا زيارة إليها الخميس، التقوا فيها برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تناولوا فيها سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية وملفات أهمها عودة البعثات الدبلوماسية وعودة الشركات الأجنبية، كما دعوا إلى فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا. وآمر غرفة سرت الجفرة إبراهيم بيت المال يقول أن فتح الطريق الساحلي مرهون بخروج المرتزقة. وفي خبرنا ما قبل الأخير، وعقب عودته من القاهرة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يلتقي في طبرق بعمداء بلديات البطنان وطبرق ومساعد وبئر الأشهب، مؤكدا مواصلة العمل بالتنسيق مع الحكومة على حلحلة المختنقات التي تعانيها البلديات، ومشددا على التزام المجلس بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع قدما نحو المصالحة الوطنية. وفي خبرنا الأخير، عقب خروجها في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن المتورطين في اغتيال والدتها، ابنة حنان البرعصي حنين العبدلي تتعرض للاختطاف من شارع دبي في بنغازي على أيدي مسلحين اقتادوها لمكان مجهول بحسب منظمة رصد الجرائم الليبية. وفي ترهونة أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على جثامين عائلة رحومة وعلى جثمان إسماعيل الهامل. إذن مشاهدينا الكرام، كان أسبوعا حافلا بالأحداث، سواء على صعيد التطورات الأمنية التي كان من أبرزها أو من أبرز أحداثها اغتيال القيادي بميليشيات حفتر والمطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي، كان ذلك يوم الأربعاء الماضي، أو على الصعيد السياسي وصعيد المستجدات والزيارات الخارجية من ليبيا وإليها. نحاول قراءة هذه الأحداث والتطورات خلال هذا الأسبوع مع ضيوفنا الكرام الذين نرحب بهم مباشرة، حيث ينضم إلي من استوديوهاتنا في مصراتة السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، كما ينضم إلي عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام. أرحب بكم ضيفي الكريمين جميعا، وأبدأ معك أستاذ مروان الدرقاش الحوار في ملفات هذه الحلقة. لو بدأنا بالملف الأمني في منطقة مناطق سيطرة حفتر، يعني هذا الأسبوع ربما السبت الماضي وجدت جثتين، يعني ناهيك عن الثمانية التي وجدوها يعني نهاية الأسبوع الماضي، أيضا بداية هذا الأسبوع وجدوا جثتين يعني ملقاة على شاطئ البحر عليها آثار إطلاق رصاص في الرأس. في منتصف هذا الأسبوع تقريبا الأربعاء اغتيال محمود الورفلي، بالأمس الخميس اختطاف حنين العبدلي. يعني الأحداث والتطورات الأمنية تتوالى في بنغازي تحديدا ومناطق سيطرة حفتر على وجه العموم، ما الذي ترصده من خلال ذلك؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ عبد الرحمن، وتحية أيضا للأستاذ محمد مرغم ولكل السادة مشاهدي قناة التناصح. في الحقيقة المشهد الأمني في مدينة بنغازي يعني هو لا يتغير كثيرا عن المشهد الأمني منذ سنة 2013 حتى الآن، لكن يبدو أن الصورة بدأت تتضح أكثر، والأيدي الخفية التي كان البعض يعني لا يعرف مصدرها ولا يعرف من يحركها بدأت الآن تتضح ملامحها بشكل أكبر بعد أن يعني خفت القبضة الأمنية الواحدة على مدينة بنغازي والتي كان يفرضها قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر. أيضا وصول الفرقاء الليبيين إلى اتفاق حول حكومة وحدة وطنية
جعل الكثير من الداعمين الخارجيين يتخلون عن ورقتهم الخاسرة وهو خليفة حفتر في الداخل، وهو ما جعله مثل ورقة الشجر في مهب الريح، وهذا الأمر طبعا يعني يدفعه للقيام بأنشطة غير محسوبة زادت من يعني تورطه في المشهد الأمني، وأيضا ربما تفتضح أمره في الأيام المقبلة. يعني منذ اغتيال الناشطة حنان البراسي وتتوالى عمليات الاغتيال، عمليات إلقاء الجثث هنا وهناك، لكن يعني هذا الأسبوع كان هناك علامة فارقة وهو تصفية المجرم، مجرم الحرب محمود الورفلي الذي تورط في دماء الكثير من الأبرياء وقام بارتكاب جرائم حرب أمام الشاشات وأمام أنظار العالم أجمع، مما جعل محكمة الجنايات الدولية تطالب به كمطلوب أول في مثل هذه الجرائم. وطبعا يعرف الكثيرون بأن محمود الورفلي قد ارتكب هذه الجرائم تحت مظلة خليفة حفتر ومظلة ما يسمى الجيش أو القوات المسلحة في المنطقة الشرقية. طيب، الآن قتل هذا الرجل وبهذه الطريقة له دلالات كبيرة جدا. طيب، جدا خاصة سنتناول دلالاتها سيد مروان الدرقاش، يعني قبل أن ندخل في نعم قبل أن ندخل في دلالات يعني اغتيال محمود الورفلي تحديدا، أنت ذكرت بعبارة يعني أريد أن أستفهمها وأستوضحها منك، يعني قلت أن التطورات السياسية تدفعه للقيام بعمليات غير محسوبة، من تقصد بتدفعه؟ تقصد خليفة حفتر؟ طبعا خليفة حفتر الآن فقد معظم الدعم الأجنبي الخارجي الذي كان يحظى به والذي كان يمثل مظلة يحتمي بها خليفة حفتر من الملاحقة القضائية والملاحقة الجنائية التي أصبح بات الآن مهددا في محكمة الجنايات الدولية. أيضا هناك قضايا مرفوعة عليه في القضاء الأمريكي، والدعم الذي كان يحصل عليه لحماية من مثل هذه الملاحقات الآن بدأ يتبدد شيئا فشيئا، لأن حفتر الآن ليس الورقة الرابحة في ليبيا للكثير من المتدخلين الخارجيين، لذلك هو الآن يحاول التخلص من الأذلة أو الشخصيات التي يمكن أن تكون شاهد يعني تكون في محل شهود على جرائمه التي ارتكبها، ولعل أبرز هذه الشخصيات هو محمود الورفلي. محمود الورفلي ليس الأخير، لن يكون الأخير، هناك الكثير ممن سوف يلقون حتفهم في القريب العاجل، لأنهم يمثلون أدلة إدانة قوية لخليفة حفتر، وسيسعى خليفة حفتر للتخلص منهم. وليس الأمر منوطا بخليفة حفتر فقط، ولكن هناك أيضا أجهزة مخابرات أجنبية سنعود إلى من العمليات إلى في ليبيا وكان الضالعين وراء هذه الاغتيالات. نعم. محمود ورفلي. طيب، نعم. سيد محمد مرغم، إذن مشهد أمني مضطرب وبشكل متصاعد في منطقة في مدينة بنغازي تحديدا وعلى وجه العموم في مناطق يعني سيطرة حفتر. في السابق كانت تنال هذه الاغتيالات من يتعرض بالنقد لمجرم الحرب حفتر، يعني سواء كانت سهام سيرجيوا التي عارضت يعني قرار الحرب مثلا، شهدنا كيف تم اختطافها وتغييبها حتى اليوم، حنان البرعصي أيضا الناشطة السياسية عندما تعرضت بالنقد لحفتر أو لأبنائه كذلك كان مصيرها كما هو معلوم، لكن هذه المرة أحد قيادات حفتر، أحد أذرعه القوية التي يفرض بها سطوته وسيطرته يعني على بنغازي هو المستهدف بالاغتيال. هل تعتقد أن حفتر فعلا بدأ يصفي بعض عناصر قياداته من أجل التخلص منهم كما أشار مروان درقاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي الأستاذ مروان والمشاهدين الكرام. الحقيقة في البداية دعني أترحم على شهداء الكورونا الذين هم في الحقيقة شهداء الإهمال وخيانة الأمانة والفساد الإداري والمالي في وزارة الصحة وفي حكومة الوفاق المنصرفة، والحقيقة يعني شيء مؤسف العدد المهول هذا في عدد ضحايا وفي عدد شهداء يضع علامة استفهام ويوجب بالتعجيل بمحاسبة الفاسدين
الذين يشرفون على القطاع الصحي. موضوع حفتر والاغتيالات هو حفتر هو اصلا صلب لب المشكله من البدايه من 2013، من حين بدات الاغتيالات كان هناك منهج لحققوا به اهداف، وهو يعني تحميل ثوار بنغازي الشرفاء الذين اسقطوا النظام والذين يحتمل ان يعارضوا نظاما استبداديا جديدا يعد لحفتر. الان حفتر بعد هزيمته على طرابلس في على سور طرابلس فقد جزءا كبيرا من الدعم الاجتماعي الذي كان يحظى به في المنطقة الشرقية، وبدأت الأصوات تنتقل بغض النظر عن موضوع التمويل والدعم السياسي والخارجي. أنا أرى أن ما زال هناك دعم دولي وممكن نتعرض له لكن التململ الاجتماعي نتيجة كثرة الضحايا وعدم تحقيق الأهداف والتسلط يعني الغبي الذي يمارسه حفتر وأبنائه على أبناء المنطقة الشرقية لابد أن يثير حفيظتهم ولابد أن تثور أسئلة، والذي جعل حنان البرعصي تتكلم وترفض أبناء حفتر. هذا السؤال الذي خرج من حنان البرعصي على العلن بالتأكيد يدور في المجالس الإخوة في المنطقة الشرقية، وبدأ حفتر يشعر بأن البساط بدأ يسحب من تحته اجتماعيا داخل بنغازي، وهذا يعني هو أصلا ما عنداش مشروع لإقناع الناس بسلطته أو بمشروعه، ليس له إلا الحديد والنار والتخويف والإرعاء والإرهاب وترعيب الناس وترويعهم لبسط سيطرته ونفوذه. فلا استغرب يعني أن تكون مثل هذه الداعي أيضا أو من أسباب اغتيال محمود الورفلي أن محمود الورفلي حوله عصبة موالية له شخصيا، والطغاة عادة لا يحتملون لا يتحملون أن يكون أحد من أتباعهم له يعني يمثل مركز قوة ممكن أن يكون منافسا أو ممكن أن يرفض أوامر أو يرفض تعليمات. هناك شلة تجمعت حول محمود الورفلي وبدأت تهتف باسمه وتعلن ولاءها له شخصيا بغض النظر عن حفتر. هذا شيء لا يطيقه الطغاة ولا يتحملونه، يعني الطغاة يعني يرفضون الشرك في سلطاتهم، وبالتالي كان مصيره بالإضافة إلى موضوع إخفاء الأدلة وقطع الطريق على التحقيقات المحتملة من أي جهة قضائية دولية محلية. طيب ذكرت سيد محمد مرغم، وهنا أبقى معك يعني قبل أن أتحول لمروان درقاش، بأن ربما حفتر هو الضالع من أجل في القضاء على أو في اغتيال محمود الورفلي، وأحد الدوافع هي ربما إخفاء الأدلة، لكن هناك كثير من السيناريوهات المحتملة عمن يقف وراء اغتيال الورفلي. البعض يشير إلى مخابرات أجنبية غير حفتر، هناك أولاده الذين يحاولون يعني بسط نفوذهم وأيضا إزاحة من ينازعهم المشهد في بنغازي، كذلك تململ الناس، يعني هناك أصوات تتصاعد ترفض وتستنكر الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات حفتر وتتوعد بالرد أيضا. فأي هذه السيناريوهات هي التي ربما الأقرب للواقع؟ الذي يرجح مسؤولية حفتر وأبنائه، أنا لا أفرق بين حفتر وأبنائه، وإن كانوا يعملون لنفوذهم الشخصي والخاص ولكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا عن عباءة أبيهم. الذي يرجح هذا هو عملية الدفن والإخفاء، يعني مسألة يعني لو كان خارج يعني خارج مسؤولية حفتر وليس من تدبير حفتر لا عملت له جنازة عسكرية مهيبة ولا نعت بالشهيد ولا يعني أكرم في الأخير، يعني على الأقل يعني ما حصل لبوخمدة يعني، لكن يدفن ليلا ويدفن بطريقة يعني مهينة ولا
يعني ولا تليق بقائد يعني واضح. نعم. فهو يعني وهذا المشهد العلني الاجتماعي البروتوكولي الحقيقة مسيطر عليه حفتر، ما فيش حد يقدر طيب دعني أتحول بهذه النقطة، وهي نقطة مهمة في الحقيقة، نقطة الجنازة التي أو المسارعة في دفن محمود الورفلي سيد مروان الدرقاش. هل تعتقد بأن فعلا لها دلالة قوية عن الجهة الضالعة في هذه العملية، عملية اغتيال محمود الورفلي؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا دليل بأن الجهة التي اغتالت الورفلي تريد طي هذا الملف وإغلاقه بسرعة، ولا تريد لحادث الاغتيال أن يكون لها ردود أفعال أو أن تكون لها يعني ارتدادات أمنية على بنغازي أو على الجهة التي نفذت هذا الاغتيال. وهذا الأمر لا يستطيع أن ينفذه أو يملكه إلا خليفة حفتر، يعني الذي يعطي الأوامر بدفن محمود الورفلي بمثل هذه السرعة وبهذه الطريقة التي تكاد تكون دفن كلب تم قتله، يعني هذا ما أفسره، يعني حفتر قتل كلبه وردمه بكل أريحية دون أن ألا يخشى حفتر من تداعيات ذلك سيد مروان الدرقاش، يعني عندما يسارع في دفنه بهذه الطريقة التي لا يعني لا من الواضح لا لا أنه لا يريد إخفاء أو يعني إنهاء الملف بإغلاق الملف بأسرع ما يمكن، ألا يخشى من تداعيات مثل هذا الأمر وأنه يصبح هو المتهم الأول باغتياله؟ حفتر لا يخشى من أي تداعيات داخلية، حفتر يخشى الخارج ولا يخشى الداخل، لأن حفتر يعرف جيدا بأنه قد سيطر على المنطقة الشرقية، ولا أقول بنغازي فقط، سيطر على المنطقة الشرقية بشكل كامل، وأبناؤه وكتائب أبناؤه لها القوة الوحيدة. يعني توا نسمع نحن في البيانات وفي تحركات بعض القبائل أو بعض الشباب، القوة الوحيدة التي كانت يمكن أن تسبب قلق لحفتر هي قوة محمود الورفلي والخمسين شخص اللي معاه. محمود الورفلي تم قتله، وقتله رسالة تهديد لأتباعه أنه من يريد أن يفعل مثل ما فعل محمود الورفلي فإنه سوف يموت بنفس الطريقة. أما بقية الأطراف المسلحة في بنغاز أو في المنطقة الشرقية فهي غير قادية في الحقيقة في الوقوف في وجه الترسانة العسكرية القوية التي استطاع خليفة حفتر أن يجمعها في كتائب أبنائه صدام وخالد، وجعلهم أيضا يمسكون بتلابيب المشهد الأمني في بنغازي، وهذا ما سيمثل تحديا حقيقيا لحكومة الوحدة الوطنية في فرض سيطرتها الأمنية على المنطقة الشرقية. لازالت المنطقة الشرقية ترزح تحت قوة وسيطرة ميليشيا حفتر، خاصة أنها مدعومة من ميليشيات أجنبية مثل ميليشيا الفاغنر وبعض طيب. القوات الجنجويد والعدل والمساواة السودانية، ونحن يعني جاءت الأخبار بأنه بالفعل تم تحريك بعض القوات المرتزقة إلى بنغازي تحسبا لأي تحرك أن تقوم به بعض المجموعات المسلحة التي ربما تجد في مقتل محمود الورفلي فرصة لإثارة الأمر على خليفة حفتر. ولكن بشكل عام ميليشيات حفتر أو ميليشيات أبناء حفتر في المنطقة الشرقية لازالت تملك زمام الأمور الأمنية هناك والسيطرة الكاملة. طيب هذه النقطة تحديدا سيد مروان الدرقاش، يعني هذه النقطة تحديدا، يعني هناك من يعترض عليها، اسمح لي رجاء، هناك من يعترض عليها إذا كان حفتر وأولاده أو أبنائه مسيطرين ومحكمين السيطرة على بنغازي والمناطق التي يعني متواجدون فيها، فما تفسير هذا الانفلات الأمني وهذا الاضطراب الأمني والجثث يعني الوضع يوحي بأن هناك ميليشيات منفلتة وليس عليها أي سيطرة لا من حفتر ولا من أي جهة أخرى؟ لا، هي يعني انفلات مسيطر عليه وليس تحت خارج سيطرة حفتر، يعني من يتم اغتيالهم ومن يتم قتلهم واختطافهم هم شخصيات رفعت رأسها بمعارضة خليفة حفتر وأبنائه. يعني أي شخص ينتقد خليفة حفتر أو أبناء خليفة حفتر هو من يقتل، قتلت حنان البراسي لأنها انتقدت صدام حفتر، اختطفت ابنتها أيضا لأنها يعني تكلمت عن موت أمها،
كل من يرفع رأسه لمعارضة خليفة حفتر وابنائه يتم قتله أو اختطافه. عدا ذلك لا يوجد انفلات أمني الصراحة، نستطيع أن نقول انفلات أمني، فهو انفلات أمني مسيطر عليه أصلا تنفذه ميليشيات حفتر، لأن ميليشيات حفتر ليست جيش وشرطة كما يقال وتنفذ يعني عملياتها تحت مظلة القانون وتحت الشرعية، ولا إنها عصابات ميليشيات تقوم بقتل كل من يعارضها، كل من يحاول حتى انتقادها مجرد الانتقاد يتم قتله بدم بارد. لذلك يسميه البعض انفلات أمني، هو ممارسات ترى هذه الميليشيات أنها من حقها، يعني ميليشيات حفتر الآن تقوم بتصفية معارضيها أو ضرب يد من حديد لكل من يعارضها، وهذا ما يقاله حتى المتظاهرون المؤيدون لحفتر في بنغازي في الأسبوع الماضي عندما خرجوا يهددون القبائل التي يعني خرجت ببيانات تطالب حكومة الوحدة الوطنية باستلام الملف الأمني في المنطقة الشرقية، خرجوا يهددون يقولون بأن كل من يعارض خليفة حفتر سوف يتم قتله وسوف يتم يعني إنهاء حياته. لذلك فهذا بالنسبة لهم لا يعتبر انفلاتا أمنيا، وإنما هو ضرب يد من حديد لكل من يعارضهم وكل من ينتقدهم. سيد محمد مرغم، هل تتفق مع هذا التوصيف الذي تفضل به السيد مروان الدرقاش؟ يعني هذا الانفلات الأمني هو في الحقيقة انفلات مسيطر عليه، وهو انفلات مقصود وموجه نحو خصوم حفتر وحلفاء حفتر في المنطقة الشرقية. يعني في المقابل قبائل بنغازي وهي معروفة بولائها وتأييدها لحفتر اشتكت من هذا الانفلات الأمني الذي طال يعني أبنائها، وهي لا تعارض حفتر، هي يعني لا زالت تؤيده، ورغم ذلك ينالها يعني نصيب من هذه الانتهاكات. ألا يدل ذلك على أن حفتر في الحقيقة لا يحكم السيطرة على أولاده ولا على ميليشياته، وأنها في داخلها تتصارع فيما بينها؟ والحقيقة تجربتنا احنا مع القذافي وكتائب الأمنية تدل على أن الإحكام السيطرة الأمنية هي الهدف منها في نظام القذافي، وما يفعله حفتر الآن هو حماية رأس النظام، حماية حفتر، حماية أبنائه، هذا هو. لكن حماية المواطنين هذا شيء لا يعني النظام كان سابقا في عهد قذافي، ولا يعني ومن المحتمل جدا أن تكون هناك عصابات صغيرة مسلحة تمارس القتل وتمارس الابتزاز وتمارس الحرابة. هذا شيء نحن نتذكر في أيام القذافي كيف يعني عصابات من الأفارقة الزنوج كانوا يغزون الناس في بيوتهم ويدخلون إلى حجرات النوم ويقتلون ويسلبون الناس مجوهراتهم ومدخراتهم الذهبية الثمينة. وفي نفس الوقت حتى لما خرج الناس في الزاوية خرجوا في مظاهرات ضد هؤلاء الزنوج عوقبوا واعتبروا. الانفلات الأمني هذا ما دام لا يمس النظام ولا يمس حفتر ولا يمس الجهة المسيطرة هذا لا يعني اصلا. هو الكتائب الامنيه سواء كان كتائب القذافي او كتائب ابناء حفتر لا يعنيها او ليست معده اصلا لحمايه النظام، ليست شرطه هي يعني ليست لديها خبره في حمايه الامن العام المواطنين من الجريمه. طيب قبل أن ننتقل إلى الملفات السياسية أستاذ محمد ورغم، أريد أن أسألك حول تداعيات هذا الانفلات الأمني في حال استمر يعني بهذه الوتيرة وهذه الشاكلة، اغتيال حتى قيادات يعني على مستوى ثقيل مثل محمود الورفلي، هل تعتقد بأنه سيكون له تداعيات ربما خطيرة في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص؟ على المدى القصير حفتر يحكم السيطرة تماما زي ما قال الأستاذ مروان، وكتائب أبنائه هي أقوى الكتائب المسلحة، حاصل على أسلحة وذخائر من دول متعددة وتدعمه عصابات الفاغنر والجنجويد والمخابرات المصرية، ولا أستبعد أن تكون هناك مستشارون فرنسيون ما زالوا يعني يساعدونه في بسط سيطرته على المنطقة، والطائرات ومطار الخادم قاعد يستقبل في الطائرات الإماراتية، هذه كلها يعني مازال الأمر يعني
ما زال محكما للسيطرة، طالما أن حكومة الوحدة الوطنية لم يبدو منها الحقيقة، يعني لم يبدو منها سلوكا مخالفا لسلوك السراج وعصابته في التعامل مع حفتر. طيب ما زالوا يعني لم يطلبوا منه الخضوع لحكومة الوحدة الوطنية والخضوع للسلطة الموحدة. هذا طيب. يعني لم يصدر خطاب. نعم. لم يصدر خطاب يطلب من حفتر وقواته أن تكون خاضعة للشرعية. لعل زيارات محمد المنفي التي بدأها بفرنسا ثم مصر وهما الحليفين الرئيسيين لحفتر، لعلها يعني محاولة تمهيد يعني لمطالبة حفتر بالخضوع لهذا لسلطة حكومة الوحدة الوطنية. وهنا أتحول بهذا السؤال إلى سيد مروان الدرقاش، كيف تقرأ هذا الحراك؟ نعم سأعود إليك أستاذ محمد مرغم. سيد مروان الدرقاش يعني زخم سياسي كبير يعني هذا الأسبوع، زيارات محمد المنفي إلى فرنسا في البداية إلى مصر، واليوم هو في تركيا هنا للقاء أردوغان. كيف تقرأ هذا الحراك السياسي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؟ بالتأكيد يعني هناك حراك سياسي يعني خارج ليبيا وداخل ليبيا أيضا، بالتوازي مع زيارات المجلس الرئاسي للخارج، هناك زيارات نشهدها أيضا لطرابلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بالأمس كان وزير خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، واليوم أيضا وزير خارجية بريطانيا جاء إلى طرابلس. وهذا الحراك السياسي هو من أجل التعرف على السلطة الجديدة التنفيذية الجديدة في ليبيا ومحاولة سبر أغوارها ويعني معرفة أساسيات ما لديها من برنامج سياسي لقيادة البلاد. أيضا لعل زيارات المنفي لفرنسا ومصر وتركيا تحدد الجهات الرئيسية التي كان لها دور كبير جدا جدا في تطور الأحداث السياسية والأمنية والعسكرية في ليبيا. لا شك بأن مصر وفرنسا هم الداعمان الرئيسيان لخليفة حفتر في السابق، وهم كانوا السبب الرئيسي في عدوان حفتر على طرابلس، وكان لدعمهم حتى قبل الدعم الروسي يعني كان له دور كبير. أيضا هناك دعم سياسي أيضا كان يحظى به حفتر من مصر وفرنسا، ولا شك بأن معرفة ما تريد هاتين الدولتين من ليبيا ولماذا استعملت ورقة حليفة حفتر وهل يمكن أن يحقق مطالب هذه الدول بدون اللجوء إلى السياسة السابقة وهي إثارة المشاكل وإثارة الحروب في ليبيا. أما الزيارة إلى تركيا فهي بالتأكيد تركيا دولة الآن حليفة لليبيا ولديها قوات عسكرية في ليبيا، وهناك اتفاقية أيضا اقتصادية بين ليبيا وتركيا، وهناك تعاون مشترك كبير، هناك شركات تركية الآن بدأت أعمال تطوير والصيانة لمحطات الكهرباء في ليبيا وعليها مهام كبيرة أو يناط بها مهام كبيرة أيضا لتطوير البنية التحتية في ليبيا. هناك الكثير من الشركات التركية التي تساهم في قطاع البنية التحتية أو الإعمار والاستثمار في ليبيا، وبالتأكيد زيارة المجلس الرئاسي سيكون لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الذي يعتبر البرنامج السياسي الأوضح والأهم لحكومة الوحدة الوطنية التي تعول على تغيير وضع الليبيين إلى الأفضل وتقديم خدمات أفضل، حتى تستطيع أن تقول أنها أنجزت جزء كبير من مهامها أو مهامها المناطق طيب. بها في خلال المدة القصيرة التي سوف تقود البلاد فيها. نعم سيد مروان، يعني ذكرت بأن في معرض حديثك على زيارات الوزراء الخارجية إلى طرابلس قلت بأنه من أجل التعرف على هذه السلطة التنفيذية الجديدة ربما، لكن ما هو هدف رئيس المجلس الرئاسي من زياراته الخارجية، وتحديدا لماذا بدأ بفرنسا على وجه الخصوص ثم مصر قبل أن يذهب إلى تركيا؟ هل هناك هدف واضح لهذه الزيارات على هذا النسق وعلى هذا الترتيب؟ نعم
دائما في زيارات الدبلوماسيين يبدأون بالدول أو المحطات الأكثر غموضا بالنسبة إليهم، حتى يستطيعون في نهاية هذه الزيارات أن يحوصلوا يعني وجهة نظر أو رأي بخصوصها جميعا. يعني أنت تلاحظ أستاذ عبد الرحمن أن تركيا كانت هي المحطة الأخيرة، ولعل الكثيرين يقولون لماذا تركيا المحطة الأخيرة؟ في العرف الدبلوماسي والسياسي المحطة الأخيرة هي المحطة الأهم دائما وليست المحطة الأولى، لأن المحطة الأخيرة في العادة سوف يكون لها محصلة زيارات المحطات وستتعرف عن ما حدث في الزيارات للدول الأولى. يعني الآن تركيا بالتأكيد لديها حوصلة أو محصل لما حققه أو ما فعلت زيارة المنفي في فرنسا وفي مصر الاثنين، وهذا بالتأكيد يعني يعطي أفضلية لتركيا ويعطي لتركيا أهمية كبيرة في لدى المجلس الرئاسي. وأظن بأن ترك تركيا كمحطة أخيرة يدل على أن التعاون التركي الليبي لازال مستمرا، ولازالت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد يولي تركيا اهتماما يعني فريدا، حيث أنها ربما تكون في محل الاستشارية السياسية أو معرفة يعني ما يمكن الاستفادة منه من خلال المحطات السابقة التي زارها المجلس الرئاسي. أستاذ محمد مرغم، هل تتفق مع ما طرحه السيد مروان الدرقاش بأن ليس بالضرورة المحطة الأخيرة هي المحطة الأقل أهمية، قد تكون يعني هي الأكبر أهمية ما بين محطات الزيارات التي قام بها المنفي؟ وبتقديرك أيضا، هل ينجح محمد المنفي في أن يستقطب فعلا فرنسا وتركيا ومصر ويحيدهما على الأقل عن دعم حفتر؟ الحقيقة يعني أستميح البشمهندس مروان في الاختلاف معه في هذا الجانب. أنا كنت أود أن يذهب المنفي إلى تركيا ليوثق التحالف معها ويعلم ويعرف منها ماذا تستطيع أن تقدم له في المرحلة القادمة، حتى يمكنه أن يذهب إلى الخصوم وهو ظهر ويعرف شنو الأوراق اللي عنده ويقدر يلعبها ويقدر يخبط على الطاولة. أما أن يذهب فرنسا، أطمعها في الجنوب في فزان معروفة، وأطمعها في منفذ على البحر المتوسط لفزان لمستعمراتها السابقة تشاد والنيجر ووسط أفريقيا معروفة، أطماع السيسي في 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 برقة غير خافية ومعلنة رسميا في إعلامهم. كان عليه أن يذهب إلى تركيا لتوثيق العلاقة معها ويعلم يعني حجم القوة أو حجم الدعم الذي سيلقاه من تركيا، ثم يذهب إلى فرنسا ويذهب إلى مصر وهو مسنود الظهر ويعرف شن عنده من أوراق ضغط وقوة ويطلب. أما أن يسمع من ماكرون، أنت دليل يعني دليل على الضعف، دليل على الضعف في هذه المقابلة أن في يقول ماكرون في المؤتمر الصحفي، يقول أنا ندعم حكومة الوحدة الوطنية، ثم يطالبه باحترام وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هذا بين أطراف. الآن أنت كيف اعترفت بحكومة وحدة وطنية، يجب أن تقول لها عليك يا حكومة الوحدة الوطنية أن تبسطي سلطانك على جميع التراب الليبي وفكونا من الفوضى وفكونا من الوحدة. مش يقول لا احترم وقف إطلاق النار، معناها يعني ما زالوا يدعمون حفتر ووجوده كطرف عسكري إن لم يكن سياسي وليس له غطاء سياسي، ولكنهم مستعدين يعني بما لديهم من قوة ويفرضون يعني توجهاتهم، يستطيعوا أن يدعموا حتى خلاف الشرعية وخلاف القانون الدولي. ما يعني ما عندهمش مشكلة، هم يريدون الفوضى ويريدون يعني تحقيق مصالح وأهداف وأطماع في ليبيا في الجنوب وفي الشرق. وبالتالي أنا يعني كان بودي أن يذهب إلى تركيا أولاً لإعلان للعالم أن تركيا هي الحليف الأول لليبيا، وأن هي أو يعني الدولة الأهم في أصدقاء ليبيا،
ثم بعد ذلك يذهب إلى غيرها. أما أن يذهب هكذا يعني لا يعلم يعني ماذا لديه من قوة وشين يقدروا الحلفاء يعطوه وبعدين يستمع إلى ما قاله ميكرون. طيب هذا بخصوص زيارات المنفي للخارج، ماذا عن زيارات وزراء الخارجية لألمانيا وفرنسا وإيطاليا يوم أمس الخميس إلى طرابلس ولقائهم مع عبد الحميد الدبيبة؟ هو يعني ما يقدروش لابد زي ما قال الأستاذ مروان لابد أن يتعرفوا على هذه الحكومة، يعني هذه شخصيات لم يسبق لها أن كانت شخصيات سياسية، ويريدون أن يعرفوا حجم هذه الحكومة وتوجهاتها وحتى قدراتها الدبلوماسية التي انكشفت الحقيقة في تصريح وزيرة الخارجية عندما وصفت هؤلاء الدول اللي فيهم فرنسا التي كانت يعني ضباطها وخبراء العسكريون في غريان، وقتل لها جنود في بنغازي بنغازي، يعني تصفهم بالحلفاء، يعني حلفاء من يظن؟ أظن حلفاء حفتر، ما همش حلفاء، يعني إن لم تكن ألمانيا يعني حليفة لحفتر أو إيطاليا بشكل مفضوح أو علني، ولكن فرنسا يعني حليف معروف لحفتر، وتصريح رئيس ماكرون بضرورة احترام حقوق يعني وقف إطلاق النار دلالة كبيرة على أن فرنسا ما زالت تقف لتحمي حفتر حتى ولو إن هو لا يتمتع بشرعية أو يعني ليس له غطاء شرعي كما كانت. وبعدين حتى الغطاء الشرعي على فكرة لم يكشف حفتر تماما، ما زال مجلس النواب هو السلطة الشرعية التشريعية الوحيدة وهو من عينه، لم يصدر قرار بعزله من منصب القيادة العامة، وبالتالي قاعد موجود كطرف حتى من موضوع الشرعية ما زال جزء منها يعني أشكرك. يعني نعم. يتمتع به أشكرك. وما زالت له ورقة يستطيع أن يلعبها. أشكرك جزيل الشكر السيد أستاذ محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، وكما نشكر الأستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي، كنت معنا عبر استديوهاتنا أو في استديوهاتنا من مصراتة، نشكرك جزيل الشكر. كما نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.